الشباب البلوك هنا بنرفعه على السقف. المنظر اللي حضرتك شايفينه دوت احنا الراجل بيجنط اللي قدامنا ده بيجنط مكان الكنات تمام. في نفس الوقت هنا شغالين رفع البلوك نلاحظ مع بعض هذه البلوك اللي اترفع وهناك هذه البلوك اللي اترفع من على الواجهة في الفيديو الاولاني موجود بالشكل ده. الريبات طبعا خلصت يبقى ده الشكل. طبعا هنا ده المشرف واقف ماسك ميزان القامة ومفروض ان انا رايح استلم وراجع الوزنات اللي موجودة مع المهندس اللي هناك.